الصراع الليبي التشادي حالة من أحداث الحرب المتقطعة بين ليبيا وتشاد حدثت في الفترة ما بين عام 1978 وعام 1987. قيل إن الصراع كان بسبب شريط أوزو الحدودي المتنازع عليه بين ليبيا وتشاد، وقيل إنه كان بسبب إن القذافي أراد إنه يشغل الجيش الليبي في حرب خارجية حتى لا يهدده أو ينقلب عليه. قدرت خسائر ليبيا في الحرب حوالي 10,000 قتيل وأكثر من 1500 أسير، وفقدت ليبيا معدات قدرت ثمنها بحوالي 3 مليار دولار. تلقت تشاد في أوقات الحرب دعم عسكري وفني من فرنسا وأمريكا ولتدخلوا لإنقاذ الحكومة التشادية. انتهت الحرب بوساطة دولية بعد سلسلة من الخسائر في الأرواح والأموال والمعدات للنظام الليبي. قام بعدها القذافي بتحويل قضية شريط أوزو إلى محكمة العدل الدولية. الحرب الليبية التشادية، الأسباب والتفاصيل والمعارك والنتائج. في عام 1910 استولت فرنسا على كامل تشاد وقامت بتأسيس اتحاد افريقيا الاستوائية الفرنسية، وهو مكون من 4 دول في وسط افريقيا: تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى والكونغو والجابون. كان من اهم الاسباب اللي دفعت فرنسا لاحتلال تشاد هي توفير الايدي العاملة لفرنسا لبناء مستعمرتها في افريقيا، بالاضافة الى الاستيلاء على زراعة القطن في جنوب تشاد ولايقاف المد الاسلامي اللي اخذ وقتها يتزايد في افريقيا، وكمان لحماية الطرق المؤدية لمستعمرتها في الشمال الافريقي. كانت وقتها تشاد مقسمة لثلاث مناطق: شمال ووسط وجنوب. يقطن الشمال والوسط مسلمين ويقطن الجنوب مسيحيين، أفضل اقتصاد من أهل الشمال والوسط. اهتمت فرنسا بالجنوب التشادي اهتمام كبير، وظهر ارتباط فرنسا بالجنوب عمليا في بناء المدارس والسماح لأهل الجنوب بالالتحاق بالجيش الفرنسي وتأسيس أنظمة وأجهزة إدارية حديثة، مما أدى إلى توفير الكفاءات العلمية والإدارية والسياسية من الجنوبيين، وأدى إلى تفوق الجنوب اقتصاديا وعسكريا. في المقابل مارست فرنسا الإرهاب ضد المسلمين، فقامت بإلغاء القوانين الإسلامية ومنعت استخدام اللغة العربية ودمرت الآثار الإسلامية وأحرقت المساجد والمدارس القرآنية، وجمعت في مذبحة واحدة 400 عالم وفقيه عرفت باسم مذبحة كوبكوب. 11 أغسطس 1960 نالت تشاد استقلالها بالكامل، وانضمت في سبتمبر من نفس العام إلى الأمم المتحدة كدولة مستقلة تحت اسم جمهورية تشاد. كان استقلال تشاد عن فرنسا استقلال منقوص ولم ترحل فرنسا بشكل كامل. تركت فرنسا بعض قوتها بحجة الدفاع المشترك بين البلدين، وزرعت بذور الفرقة، وفرضت على تشاد دستور علماني، وفرضت اللغة الفرنسية كلغة رسمية، وتحكمت في اقتصاد البلاد، ونصبوا فرانسوا تيمبلبي رئيسا لتشاد وهو مسيحي ينتمي إلى أهل الجنوب. حكم تيمبلبي تشاد حكم استبدادي وأعلن قانون الطوارئ وألغى الأحزاب وأقصى أهل الشمال من إدارة البلاد ومن المشاركة في السلطة، وقام بحملات اعتقال وقتل وقمع في أوساط المسلمين. فزادت البلاد في عهده سوء بسبب سياسته وتعصبه وانحيازه لأهل الجنوب وبسبب احتكاره للثروة وفرضه لضرائب خيالية، مما أدى لانتشار الفقر والجهل وتأجيج روح الثورة والتمرد. فانطلقت المقاومة ضده بوسائل وأساليب عديدة، كان على قمتها تأسيس جبهة التحرير الوطني التشادي أو ما يعرف بالفرولين. في وسط التوتر السياسي والقمع اتحدت الأحزاب الشمالية واللي اتأسست على يد نخبة من المسلمين لمقاومة الاحتلال الفرنسي. اتحدت الأحزاب في مؤتمر انعقد في السودان عام 1966 تحت اسم جبهة التحرير الوطني التشادي فرولينا بقيادة إبراهيم باتشا، وكان هدف الجبهة إعادة السيطرة العربية والإسلامية على تشاد وتحرير الشمال المسلم من سيطرة الجنوب. وسرعان ما أسست الجبهة مكتب ليها في ليبيا في عهد ملك ليبيا محمد إدريس السنوسي، وبشرت في ضم التشاديين المقيمين في ليبيا. وانتشرت المقاومة واندلعت المعارك في طول البلاد وعرضها، وحققت فرولينا انتصارات عسكرية وأرهقت الحكومة التشادية اللي فقدت سيطرتها على مناطق عديدة من البلاد. في عام 1969 قتل إبراهيم أباتشا الأمين العام لفرولينا في أحد المعارك، واستلم مكانه أبا الصديق. في الوقت ده اضطر تيمبلبي إلى الاستنجاد بفرنسا لإيقاف تقدم فرولينا مقابل شروط عديدة، كان من ضمنها إدخال بعض الإصلاحات في الجيش التشادي ومشاركة الشماليين في الحكومة وإطلاق سراح بعض المساجين السياسيين. فتدخلت فرنسا وهدأت الأوضاع وسيطرت الحكومة التشادية على البلاد من جديد وانسحبت القوات الفرنسية. بعدها تراجع تيمبلبي عن وعوده وعاد إلى سابق عهده القمعي. 1 سبتمبر 1969 قام العقيد معمر القذافي بانقلابه واللي عرف بثورة الفاتح لينهي الحكم الملكي في ليبيا ويعلن إنشاء الجمهورية العربية الليبية. بعد صعود القذافي للحكم قام بدعم جبهة فرولينا وزودهم بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية ووفر لهم جميع التسهيلات، وسمح لهم القذافي باتخاذ ليبيا مركز لقيادة الفرولينا، وبدأت ليبيا في لعب دور استراتيجي في الصراع. وكان مبررات القذافي وقتها دعم الإسلاميين في تشاد والاسترداد شريط أوزو الحدودي المتنازع عليه.
بيقع شريط اوزو على الحدود بين ليبيا وتشاد، وبيبلغ طوله حوالي 600 ميل، وبيختلف عرضه من منطقة لأخرى ما بين 50 إلى 90 ميل. اكتسب الشريط أهمية اقتصادية قصوى بعد إعلان فرنسا عام 1957 عن اكتشاف مخزون هائل من اليورانيوم والمعادن الأخرى في الشريط، فزادت أهميته واحتدم الصراع العسكري والسياسي حوله. اعتمدت ليبيا في إثبات ملكيتها للشريط إن ليبيا وشمال تشاد بما في ذلك شريط أوزو كان تحت سلطة الدولة العثمانية والحركة السنوسية، حيث امتد نفوذها قبل وصول فرنسا وإيطاليا إلى ما وراء شريط أوزو جنوبا، وبالتالي فإن الحدود المرسومة بين البلدين حاليا هي من صنع الاستعمار الفرنسي والإيطالي. كمان اعتمدت ليبيا على الامتداد البشري في المنطقة، فسكان ليبيا وسكان شريط أوزو وشمال تشاد يعود إلى أصول عرقية واحدة وبتجمعهم عادات وتقاليد متقاربة ودين واحد. واعتمدت ليبيا أيضا على معاهدة تمت بين إيطاليا في عهد موسوليني وفرنسا، عقدت بين الطرفين في روما في 7 يناير 1935، أعطت فرنسا شريط أوزو لإيطاليا، فضم الشريط إلى ليبيا واللي كانت تحت الاحتلال الإيطالي. اعتمدت تشاد على معاهدة الصداقة وحسن الجوار واللي عقدت بين ليبيا وفرنسا في عام 1955، واللي اشترطت على تعديل نهائي في حدود ليبيا لمصلحة الأقطار الواقعة تحت حكم فرنسا في أفريقيا. واعتمدت تشاد ان معاهدة موسوليني عام 1935 لم يتم التصديق عليها من قبل طرفي المعاهدة، فتعتبر بالتالي لاغية لانه يشترط لصلاحية الاتفاقيات والمعاهدات التصديق الرسمي عليها من جميع الاطراف وعبر القنوات الرسمية. وكرات فعل دعمت الحكومة التشادية في عام 1972 أول محاولة انقلابية ضد النظام الليبي واللي عرفت بمحاولة فزان، فضعفت ليبيا من دعمها لفرولينا وفتحت ليبيا أراضيها ووضعت إمكانياتها في متناول المقاومة التشادية. اضطرت بالبيلة تغيير سياسته عبر التقرب إلى الدول العربية لسحب البساط من تحت أقدام فرولينا، وفي نفس الوقت الحصول على مساعدات مالية تساعده على الخروج من أزمته الاقتصادية اللي سببتها المقاومة. وبالفعل تقرب تمبلبي مع النظام الليبي بفضل وساطة نيجيرية، وبلغ التقارب قمته في عام 1972. أوقفت ليبيا إذاعة فرولينا الموجهة من ليبيا إلى تشاد، وطردت أغلب قادة وأعضاء فرولينا من ليبيا، فعادت العلاقات السياسية بين البلدين، وتوجه فرانسوا تمبلبي بزيارة إلى ليبيا في ديسمبر 1972، وتم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين، من بينها تأسيس بنك مشترك بين البلدين واستثمار ملايين الدولارات الليبية في تشاد، كما اعتبرت منطقة الحدود بناء على نفس الاتفاقية منطقة تضامن وتعاون. وكان في بنود سرية ضمن الاتفاقية تنازل تمبلبي عن شريط أوزو لليبيا مقابل 40 مليون دولار. بعد تقارب تمبلبي والقذافي قل الدعم المالي والعسكري الليبي لفرولينا، فواجهت صعوبات ومتاعب عديدة أثرت تأثير واضح على نشاطها ضد الحكومة التشادية، وتم نقل قيادة جبهة التحرير الوطني التشادي فرولينا من ليبيا إلى الجزائر. في عام 1970 وبعد تسلم أبا صديق قيادة الفرولينا لم يكن الرجل المناسب، وافتقر إلى الخبرة العسكرية والرصيد النضالي والحنكة السياسية. رفضت فصائل المقاومة قيادته وعصفت التصادمات والانشقاقات في عهده، وانقسمت الفرولينا إلى عدة فصائل كان أهمها جيش التحرير الثاني أو مجلس قيادة قوات الشمال المسلحة بقيادة كوكوني عويدي وحسين حبري. وتحت غطاء الاتفاقية بين تمبلبي والقذافي دخلت القوات الليبية في صيف 1973 إلى شريط أوزو، ويعتبر هذا التدخل أول وأكبر تدخل عسكري للقوات الليبية في أوزو، ولم تواجه القوات الليبية أي مقاومة وقامت بفرض سيطرتها على الشريط المتنازع عليه. في مارس 1974 زار القذافي تشاد وأعلن عن البدء في تأسيس البنك المشترك بين ليبيا وتشاد. تسربت الإشاعات حول رشوة تمبلبي من أجل التنازل عن شريط أوزو، فكانت أحد أهم الأسباب اللي جعلت الجيش في تشاد إنه يتحرك لعمل انقلاب عسكري. 13 إبريل 1975 قام الجيش التشادي بانقلاب عسكري أطاح بحكومة تمبلبي، واللي قتل في هذا الانقلاب. وحكمت تشاد بعد الانقلاب العسكري بمجلس عسكري برئاسة فيليكس معلوم، واللي أصبح رئيس لتشاد، وكان أول قراراته دعوة المقاومة إلى الصلح، واحتل مطلب طرد القوات الليبية من شريط أوزو قمة أولويات النظام الجديد، فطلب من القوات الليبية الخروج فورا من شريط أوزو. قامت ليبيا بالاعتراف بالنظام التشادي الجديد بقيادة معلوم بعد أسبوعين فقط من الانقلاب، وكانت أول دولة تعترف بالانقلاب في تشاد، وكانت ليبيا بتتمنى بالاعتراف إنها تكسب ثقة النظام الجديد للمحافظة على اتفاقيتها السابقة واللي وقعتها مع تمبلبي. وفي الوقت نفسه ضاعف النظام الليبي من دعم الفرولينا والمعارضة، وادعت ليبيا إن القوات الليبية متواجدة في أوزو لحماية المدنيين عمال البناء والمهندسين اللي بيقوموا ببناء طريق بيربط بين ليبيا وتشاد لمصلحة الشعبين.